ينبغي أن في هذا الملتقى أيضا أن نفهم قبول الآخر هو كسر الجدران. ما ممكن أن تبقى هذه الجدران الكونكريتية ما بين الأديان وما بين البشر وما بين البلدان. هذا هي رسالة المهمة اللي يحملها البابا فرانسيس. ونرى الآن ضرورة هذا الانفتاح ما بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي لكي تتلاقح الأفكار ويكون كل واحد قريب من الآخر، يقرأ الآخر قراءة صحيحة دقيقة، بدل أن تكون هنالك يعني رؤية مشوشة.